فاجعة إنسانية تتكرر كل عام في عرسال، عاصفة ثلجية تضرب خيام اللاجئين في المخيم، تاركة أكثر من 50,000 لاجئ سوري يصارعون من أجل النجاة. ومع تبعات الوباء والحرمان من أبسط مقومات الحياة، جاء صقيع الشتاء ليضاعف معاناتهم بعد أن غمرت الثلوج أكثر من 8,000 خيمة تأوي آلاف الأسر، أغلبهم من النساء والأطفال والرضع والشيوخ. لنلبي نداء عرسال ونكن لهم عوناً على واقع قاس لم يختاروه، ساهم معنا لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة من غذاء ودواء ومستلزمات الشتاء.